يتواجد مع المنتخب ومنذ كان عمره 18 سنة، الآن عمره 29 سنة. محاولة أمامية، عماد عماد عماد، الكرة لعماد، الله، عودة عماد، ثاني عودة الأحمر إلى التسجيل. عماد يقرب الأبعاد، يحرك العداد، لا يوجد هناك أي هجوم عقيم في حضرة العمدة، في حضرة العمدة. من غاب طويلا جاء في وقته لكي يعود، يا لوغوين جاء في وقته لكي يعود. شاد الكرة البينية، وبعد ذلك هنا الاستلام في المرة الأولى ما مشت، لكن في المرة الثانية، في المرة الثانية هنا عماد اللي قرب الأبعاد، اللي حرك العداد. هنا عودة عماد، ثاني عودة الأحمر إلى التسجيل، إلى التسجيل في شوط المباراة الأول. شاد الاستلام، وبعد ذلك باليسار، باليسار ما عدت، لكن باليمين، باليمين كيف ما تعدي، كيف ما تعدي، وأمام الكرة عماد. كرة تعود الآن في نص الملعب، في كرة تعود الآن من جديد في نص الملعب. يا سلام، كرة تصل في الجهة اليسرى، الجلبوبي إلى عماد، عماد الآن يعود من جديد في كرة في الجهة اليمنى، في محاولة ما زالت مستمرة، خطيرة جدا، خطيرة، الله، قاسم سعيد من سجل في الذهاب يعود في الإياب، يعود في الإياب، قاسم سعيد في كرة أسكنها الشباك، أسكنها المرمى في اللقطة الماضية ليعطي الفرحة الثانية، الفرحة الثانية هنا لمنتخبنا في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني. شوف الإعادة، شوف الإعادة في الكرة الماضية، استلام ودوران، وبعد ذلك، وبعد ذلك بالجهة أو بالقدم اليسرى مهد الطريق وسجل الهدف الثاني لمنتخبنا. ثاني أهداف قاسم، ثاني أقدام أو ثاني أهداف الحاسم. نعم، هنا قاسم سعيد يسجل، يسجل ثاني أهداف هذه المباراة. برافو 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 لقاسم سعيد هنا على الاستلام في مساحة كانت ضيقة، لكن كيفية التصرف كانت بمستوى راقي وممتاز جدا من قاسم سعيد. كرة تصل في مع فنلندا ومع منتخبي أو مع منتخبي الأردن في الذهاب والإياب، هجوم كان عقيم لا يسجل حقيقة، لكن هدفين ولسه ممكن أن نشاهد هدف قادم. كرة تعود الآن من جديد، سامي الحسين استلام، فيها تمريرة لعيد الفارسي، عيد إلى قاسم سعيد، قاسم كرة عرضية خطيرة، جول، الله، البديل في أولى كراته، في أولى كراته داخل منطقة الجزاء، يسجل هنا، يسجل هنا، نعم، لصالح منتخبنا الهدف الثالث بعد تمريرات وبعد كرات سامي في كرة، نعم، في منطقة الجزاء أحسن فيها التصرف وسجل الهدف الثالث لصالح الأحمر، لصالح الأحمر في شوط المباراة الثاني، في شوط المباراة الثاني. شاد الكرة الماضية، التمريرات، النقلات، بعد ذلك العرضية، سامي الحسني في متابعة ممتازة جدا، البديل هنا يسجل، البديل هنا يبدل النتيجة، يبدل النتيجة لتصبح ثلاثة لصالح الأحمر، لصالح الأحمر في شوط المباراة الثاني. قاسم سعيد، قاسم سعيد من سجل الثاني هو من صنع الثالث. برافو لقاسم، برافو 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 لقاسم سعيد ولسامي الحسني. نعم، من سجل